النصب ليس له مكان في أي مكان في العالم. في نصابين، لكن في الصين النصبة دي كانت نصبة كبيرة جدا، ونصبة يعني مش تضحك تبكي، لكن تسخر من طريقة شركة كبيرة في التصميم الهندسي. الخطة اللي عملتها عشان تتخلص من 200 مدير في الشركة. السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الواقعة دي في الصين. شركة عندها عدد كبير من العاملين نتيجة للأزمات المالية قررت انها تتخلص من بعض العاملين الدرجات العليا اللي بياخدوا رواتب كبير. لكن طب هيعملوا ايه؟ دول لما يخرجوا هيحتاجوا مكافآت وهيحتاجوا تعويض، لانك بتنهي عقودهم ومكافأة نهاية الخدمة بتبقى مبلغ كبير. بتاع الموارد البشرية، وما أدراكم ما بتوع الموارد البشرية، الاتش ار في كل شركة كده يعني يعرف يعمل أي حاجة، يلبسك أي حاجة، ينهي أي حاجة. قال لك ما هو في بند في القانون بيقول إن اللي يعمل عمل مخل أو يرتكب خطأ أخلاقي يحرم ليس له حق في مكافأة نهاية الخدمة ومن حق شركته إنهاء التعاقد معه. طب نعملها ازاي يا واد يا اتش ار؟ نعملها ازاي يا واد يا اتش ار؟ نفكر. قال لك بس احنا نوصمهم. طب نوصمهم ازاي؟ قال لك نجيب لهم كوبونات هديه للمديرين بس، يروحوا صاله قمار مجانا ونساعدهم انهم يلعبوا. وراح بتاع الاتش ار دور على البنات اللي موجودين واتفق معاهم على فلوس عشان يلعبوا ويشغلوا الموظفين دول تحديدا لما يروحوا. بدأوا يتتبعوهم. انتوا عارفين القمار هو حرام لأنه إدمان، وبدون الإدمان وبدون الدين وبدون الحرام هو خراب بيوت. لعبة اللي بيدخلها يصعب عليه الخروج منها، زي إدمان الكحول والمخدرات. فبدأوا يروحوا، رجلهم خدت على هناك، اللي صاحب واحدة واللي بدأ يشرب مخدرات واللي حالهم كله ساء، لحد ما اتقبض عليهم واحد واحد في قضايا ممارسة الدعارة وتعاطي مخدرات أو عمل مشاحنات وخناقات، اتلوثوا جميعا، الشركة فصلتهم. لكن مفيش حاجة بتدوب، اتفضح مخطط الشركة. واضح ان حد من الشركة قرر ان يفشي السر والخدعة الكبيرة، وهناك مطالبات كثيرة بمحاكمة هذه الشركة ودفع تعويضات للناس اللي حياتهم اتبهدلت. هنا هيجي دور الانسان بقى. وانت كنت فين يا عم؟ انت عبيط؟ هو اي حد يقولك تعالى صالة قمار تروح تشوف ست حلوة تروح؟ ما كل حاجة لها حدود ولها عقل، وانت المسؤول عن حماية نفسك. طبعا الشركة ارتكبت جريمة، لكن انت ايضا ارتكبت جريمة، لانك ما انتش سايب كده هلهلي، يعني اي حد يقول لك يلا تروح. عندما اتحدث عنه صاحب اطيب ابتسامة، له ابتسامة ولي ضحكة وطلت عين فيها قدر كبير من الاحتواء، لذا نحبه كثيرا. فهو ممثل عظيم، تاريخه مليء بالأدوار الرائعة. أتحدث هنا عن الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي أصبح فجأة ترند على السوشيال ميديا. هو ترند في قلوبنا طول الوقت. قد إيه هو شخص محترم، قد إيه هو شخص وطني، قد إيه هو فنان كبير عنده إحساس عالي جدا، مش بيقبل أي دور. لكن ليه عاد الفنان يحيى الفخراني فجأة وبقى ترند على السوشيال ميديا بمسلسل الليل وآخره اللي بقاله 21 سنة؟ طبعا أغاني الليل وآخره حتى الآن، سواء بصوت فناننا الكبير علي الحجار أو مي فاروق، يا شمس يا منورة غيبي، كفاية ضلك يا حبيبي، الأغنية العظيمة اللي كانت دور رحيم حبها وهو متجوز، حب نرمين الفقي. وانتوا فاكرين القصة، مسلسل اللي بيعلق
وبيسأل هل كان رحيم ظالما أم مظلوما. هما جيل ربما ما كانش مولود ساعة المسلسل، يعني 2003، يعني شباب اتخرجوا من الجامعة دلوقتي أو في السنة الأخيرة من الجامعة. يا ترى كيف تلقى الفنان يحيى الفخراني هذا الإقبال على منصة إكس؟ شاف الشباب، شاف التعليقات، رأى فيها إيه؟ نسمع مع ده الترند أهو، كان الأستاذ يحيى الفخراني. نعرف الأستاذ يحيى كيف تلقى هذا الأمر، فناننا الكبير. مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا استاذ خير؟ ازيك يا دكتور يحيى، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. دكتور، انت بتتابع السوشيال ميديا وكده ولا مش اهتماماتك؟ لا للاسف، انا اعتقد ان اغلب جيلي مالوش في ده، لكن انا يعني عرفت الخبر من مرات ابني. وحتى قلت لها يعني ايه يعني. سالت يعني ايه ترند يعني. يعني بيتكلموا على بس ده اسعدني لسبب واحد، يقينا ان العمل الجيد هو اللي بيبقى. صحيح. يعني مهما عملت العمل اللي معمول بمجموعه، الحقيقه ان كل الناس عملت احسن ما عندها في الليل واخره، بدايه من المؤلف جلال عبد القوي والاباط حسين المخرجه طبعا، وكل اللي عملوا في العمل حتى يسر. المسلسل ده كان ليه كواليس كتير قوي يا استاذ يحيى في وقته. ايه بتقول ايه؟ المسلسل الليل واخره كان ليه كواليس كتير. ايوه، يعني انا فاكر ان هذا المسلسل كان مفترض هيعمله الفنان نور الشريف، ولكن كان ساعتها بيعمل مسلسل عمرو بن العاص، وتأثر كثيرا لما المسلسل نجح نجاح كبير. طبعا هو فرح لحضرتك اكيد، هو كان فنان كبير طبعا. ده بالعكس، الله يرحمه، ده ازاي كان طيب القلب وجميل. صحيح. لا هو فنان لا يتخير عنك، يعني انت كمان. لا والله، لا لا الله يرحمه ده. يعني شوف، ما فيش حد على فكره، يعني انا فاكر موقف مره عمله الله يرحمه نور، انه كنا بنشوف مستوى الكمبيوتر ازاي، اللي هو نسخه العمل أي بتاعت كان هو في فيلم اللي هو الغيرة القاتلة. أيوة طبعا طبعا، ده كان فيلم عظيم. جت كانت بتتفرج معايا لميس، الدكتورة لميس مرازي. أيوة. فقالت له أستاذ نور مبروك، قال لها مبروك ليحيى. يا سلام، يعني لسه وده كان كمبيوتر باي لسه من غير نسخه عمل، وهم داعيين نشوف كده. وراح كاتب بعد كده في الصحافه، يعني قال ده يعني ده ما يطلعش من حد غير قلب كبير. يعني الدكتور يحيى الفخراني يرد على شباب السوشيال ميديا، رحيم كان ظالما أم مظلوما؟ هو رحيم، ألو؟ أيوة يا فندم، سامع حضرتك. رحيم كان مظلوم بقلبه. يعني هو حب، لكن هي مراته كانت كويسة جدا، ما فيش مشكلة. والأخطر بالموضوع هو الموقف مش خاص بالحب قوي قد ما هو، انا على ما اذكر يعني الكونسبشن كان بتاعنا، او يعني كنت شايف الدور انه شايف نفسه انه ازاي يعني ربى اخواته دول ووقف جنبهم ما يقولولوش لا على حاجه. كان الدكتاتور العادل. ايوه بالظبط. والاستاذ اخباره ايه مسلسلك الجديد اللي بننتظره بشغف في شهر رمضان ان شاء الله؟ يا رب والله لسه انا ما قريتوش، يعني انا قريت الفكره بس، لكن لسه ما وقعتش. لسه ما وقعتش يعني لسه ما ما وافقتش رسميا. وافقت على الفكره لكن لسه ما قريتش العمل. يعني هي عاده قراراتك بتتخذ ازاي يا دكتور يحيى لما يتقدم لك عمل؟
يعني بوافق الاول على الفكره واستنى لما احس ان خلاص هو كده. يعني غالبا بيبقى بعد نهايه الكتابه. انت حضرتك ما بتاخدش قرار نهائي غير بعد نهايه الكتابه؟ غير بعد، حتى لو اصر الانتاج والتوزيع ان انا امضي عقد فبكتب الجمله دي. يعني ما حضرتك ما بتدخلش تصوير نهائي غير اذا العمل اكتمل امامك؟ اكتمل اكتمل، الا لو في رمضان ولازم ندخل، بكون انا حسيت خلاص ان كده عارف، يعني عارف النهايه. نعم. يعني انا فاكر الله يرحمه اسامه عكاشه. الله يرحمه. والله كان عظيم. الله يرحمه طبعا. فقال لي ما ينفعش، لازم تدخل تصور وبتاع وانت مش ضامنني. قلت له لا انا ضامنك، بس قال لي هحكي لك اللي جاي. وقعد حكى لي وزعل الله يرحمه، لانه كان صديق عزيز جدا يعني. طبعا. انا مش حكايه عدم ثقه، بس انا ببقى قلقان. حقك، اسمك كبير واتعمل بمعاناه يعني، فمش من السهل انك تضحي باي خلل ممكن ان يؤثر على العمل الفني، وده الطبيعي يعني. هو في النهاية على فكرة يبقى الكلمة زي ما في البدء كانت الكلمة، هو برضو في النهاية. نعم. يعني الكتابة هي اللي بتقول أنا أعمل ده ولا لا. بتاخد رأي حد في البيت، الدكتورة لميس أو؟ أوقات باخد رأي، بس بيبقى رأي استشاري. استشاري يعني إيه؟ باخد رأي للحاجة اللي أنا تأكدت إن أنا هعملها. يعني خلاص حضرتك دكتاتور ايضا عادل. لان هو مفيش حد، لما فيهاش يعني محدش هيحس، انت هتعمل، انت هتشتغل ده. اوكي. محدش هيحس زيك يعني. المظاليم في القلب او في الحب يشفع لهم ذلك في الزواج مره ثانيه؟ طبعا، والا ما كانش في الاسلام. ولو ان الحكايه دي هتزعل مني ستات كتير قوي، بس هو واقع الامر انك اوقات بتقع في التجربه، بس تبقى صادقه وتستاهل. نعم. بدليل ان في ناس كتير قوي قالوا لازواجهم اتجوز، يعني بدل ما تعمل حاجه حرام اتجوز، بس دول اللي بيحبوا قوي 3 ارباع 99% من الستات ما بيشوفوش الزاويه دي. الا لو بتحبه للدرجات وحاسه بيه، وهو لازم يبقى عادل ايضا، يعني ما يبقاش يحاول ان يعدل. يحاول يعني. ولن تعدله زي ما القران قال. القران ما يعني. اخبار المسرح ايه يا دكتور يحيى؟ والله في يعني، هو ده اللي بقى اللي مكتوب كاملا وشبه ان انا موافق عليه. برضه ما وصلتش عقده لسه، لكن ده غالبا ان شاء الله في المسرح القومي. عيد لير تاني، الملك لير. الملك لير تاني. ايوه الملك لير، تستاهل انها تتعامل، بس بمخرج جديد وكونسبشن جديد، بس النص هو يعني النص اللي انا عملته في الاول، النص لن يخدش يعني، لان النص خد مني وقت كتير قوي، لانه كان في النص الاصلي كان في اجزاء كبيره فيها لونجير يعني. فعلى ما اتظبط ده بقى، ده النص النهائي. اتفقت مع المخرج اسمه شادي سرور انه النص ده هو اللي انا اعمله، وافق على كده. وتحدد مين هيشارك حضرتك البطوله؟ لسه والله، لسه لغايه دلوقتي. لسه لغايه دلوقتي. يعني متوقع ده يعرض في هذا الشتاء ان شاء الله؟ ان شاء الله اعتقد كده، المفروض انه يعني على حسب اتفاقنا هيبقى على 12 تقريبا، شهر 12 او 1 يعني بالكثير. طب كويس، احنا هنسخن من دلوقتي. انا حضرت الملك لير في عرضها الاول، وهستمتع ان انا اشوف حضرتك تاني في هذا العرض. انا وكل الجماهير اللي بتحبك يا دكتور يحيى. الله يبارك فيك ويخليك، اشكرك. بشكرك جدا، نورتني. بشكرك دكتور. العفو. الى اللقاء. الى اللقاء. بشكر الفنان الكبير الدكتور يحيى الفقراني اللي خصنا الان بانه وافق على عرض مسرحيه او اعاده عرض باختلاف بتغييرات جديده للملك لير على المسرح القومي.
بالنسبة للمسلسل الأستاذ، الأستاذ يحيى الفقراني قال إنه ما وقعش حتى الآن، هو وافق على الفكرة وبينتظر النص، وأعتقد إن الوقت يدوبك، لأن الدكتور يحيى من الناس الحريصة في كل مشهد بتصوره بياخد وقت لأنه دقيق جدا. لي زميلة عزيزة في الأهرام كاتبة صحفية محترمة اسمها ناهد السيد. ناهد سنة 2010 أصيبت بمرض مناعي وحش قوي، ربنا يشفي ويعين كل من يصاب بهذا المرض، الذئبة الحمراء. ناهد بتعاني وعانت كتير جدا، ولكنها قررت، وهذه من النماذج التي نحرص عليها دائما في هذا البرنامج، التحدي، الإصرار، أن تكون قاومت وتعالجت وبتتعالج وبتكتشف وبتقرأ وبتبحث، وعملت لها جروب بقى في مجموعة بتشتغل معاها وبتساعدها، وسواء كانوا أصيبوا بهذا المرض أو لم يصابوا، صحبجية يعني، عاملة حالة. عشان كده كاميرتنا كانت في زيارة الزميلة العزيزة مع صديقتها، نعرف منها كيف كانت ملهمة للآخرين وكيف استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة الكبيرة. سأترككم مع التقرير، ولكن بعد التقرير قليل من القصص الإخبارية حتى نذهب لنغوص مع فنان خاص، كمال أبو ريا. كمال أبو ريا هو ضيف النهاردة، رحلة من التحدي، رحلة من النجاح، رحلة من الهروب، إنه يفكر الآن في الاعتزال ليتفرغ للرسم، رغم أنه في بداية حياته كان يحب الطرب. حكايات كثيرة سنعرفها مع كمال أبو ريا بعد قليل. كان يا مكان كان في واحدة عايشة حياتها كويس جدا، متحققة ومتعينة ومبسوطة في حياتها جدا، وعاملة أسرة حلوة، وفجأة أقعدها مرض لعين، مرض أسوأ من السرطان، مرض ما كانش منتشر وقتها من 12 سنة، اسمه الذئبة الحمراء. دلوقتي بقى المرض ده بيجي لكل سن، زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص. مرض المناعي أصلاً هو اللي بيهاجم الجسم، يعني الجسم بيهاجم نفسه. المرض ده أقعدها تماماً، يعني شبه شلل، مفيش حياة بالمرة، مفيش شغل، مفيش وجود، مفيش تنفس، كل حاجة. بس يا ترى بقى المرض ده وقف عند الحد ده معاها، أو هي استسلمت؟ مظنش. المرض ده بيختار الأقوياء، وبيختار الناس اللي حسها مرهف، واللي عندها تطلع، واللي عندها اجتهاد، وتقريبا يعني بيقف عليهم، بس هي ما سمحتلوش بأنه ينتصر عليها. أنا ما استسلمتش طبعا، لأن أنا بحب الحياة، ففكرت في أن أنا أسعد كل اللي حواليا، أبدأ أعمل صحبة حلوة، وبدل ما تبقى حاجة صغننة خالص كده يعني ملمومة علينا كأننا صحاب وخلاص وشلة وبس، عممتها بقت اسمها الصحبة جاية. احنا بنقعد نغني وبنقعد نعمل ورش فنية، وبنعمل اللي بيعلم حد اكسسوارات، اللي حد مثلا جروب سيرابي، مثلا معانا دكتورة فقلنا لها تعمل لنا جروب سيرابي، نقعد نفضفض معاها ونحكي لها وكده، وهي تدينا تمارين ازاي نتخلص من اليأس، وازاي نتخلص من الاكتئاب، وازاي نتخلص من الألم والوجع النفسي والحاجات دي. بالإضافة طبعا لأن الكتابة غيرت في حياتي، وكانت بالنسبة لي متنفس، وهي اللي يعني ساعدتني كتير الكتابة أن أنا أقف على رجلي تاني. حولت فكرة المرض من أنه مرض لحاجة إيجابية في حياتي. من أشتر فيك الرئيقة، أبو دم خفيف طبعا يكسب، أبو دم تقيل طبعا لا. أنا أول حاجة رحت اختفيت عن أمي، يعني مش عايزة أبان لولادي كده، أنا كان جلدي بيتسلخ، مش بس حواجبي وقعت ولا رموشي ولا شعري، أنا جلدي كان بيتسلخ، ولادي كان بيخافوا مني. بعد مرور مثلا سنة بحالها كنت بنام وأنا قاعدة، لأن عندي مية على الرئة، ما كنتش بعرف أتكلم وبتنفس خالص،
الغضب ده تحول لرضا بعد مرور كتير جدا من المعاناة. تمام، انا هتكفل بالتحاليل. ومتشكره جدا ليك، ربنا يجازيك كل خير يا رب ويديك صحتك. متشكره جدا جدا ليك. ميعادنا ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. دي كانت مكالمه كل شهر مع متبرع، اللي هو انا باخد منه يعني بيتبرع لي عشان العلاج بتاعي. وبدور على المتبرع كده بيبقى بيديني جزء من جسمه كل شهر مثلا، او متبرع كل شهرين حسب ما ربنا يعني يرزقني وكده. خلاص بقى، احنا كفاية بقى كلام عن المرض والذئبة دي، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. نقدر دلوقتي نتكلم على الإيجابية، وان انا بحب الحياة وكل اللي حواليا بيحبوا الحياة. النهاردة احنا عاملين حفلة وعاملين لها دريس كود، ان احنا نلبس كلنا ابيض، وعاملين فيونكات بينك، والفيونكات دي ليها يعني سيم معين. ان احنا قلنا انه بهية عاملة الفيونكة البينك دي عشان تعرف مرضى سرطان الثدي، فاحنا برضو بندعمها بكده ان احنا الصحة النفسية. الحياة لسه مكملة وقدامنا نجاحات كتيرة وإنجازات كتير، مفيش حاجة ممكن توقف. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم، وحلقه جديده من مع خيري، حلقه الاثنين 9 سبتمبر 2024. اليوم السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه ودع صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود وزير الداخليه بالمملكه العربيه السعوديه والوفد الامني رفيع المستوى المرافق لسيادته بمطار القاهره الدولي. أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأثنى على ما شاهده من قدرات وإمكانات تقنية بقطاعات الوزارة التدريبية المختلفة، وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. مع السلامة، نورتنا يا سمو الأمير عبد العزيز بن سعود، نورت مصر، كنت في بلدك الثاني ومع شقيقك وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق. طيب، النهاردة هنتكلم أولا عن الفلاح المصري اللي بنقول له كل سنة وانت طيب، كمل بقاله اتنين، النهاردة عيده 72 للفلاح المصري. الفلاح المصري هو جزء من الهوية المصرية، الملمح المصري، الفلاح المصري صاحب الذكاء، صاحب الدهاء، الذي كان بسببه مصر سلة غذاء العالم. كنا بنوفر الأكل لكل العالم بسبب الأرض الطيبة والفلاح الطيب. لكن الفلاح المصري الآن أصبح يعاني في كثير من الأمور، نريد أن نستوضحها ونقول الأول للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المعالي علاء فاروق. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة طيب يا أستاذ خيري، وكل سنة وفلاحين مصر جميعا بخير. العيد 72 لفلاحين مصر. نعم. ده حاجة كلنا بنعتز بيها. سيادة الوزير، حضرتك لسه متولي المسؤولية من أسابيع قليلة، وهو عبء ثقيل وكبير جدا. ممكن نعرف إيه أهم التحديات اللي على مكتب حضرتك، وإيه ملامح الخطط الواضحة القادمة اللي ستمثل تغيير بالنسبة للفلاح المصري؟ خلينا نكون متفقين دايما أن الفلاح المصري ده طول عمره مسيرة عطاء. الفلاح المصري هو اللي حفر قناة السويس، الفلاح المصري هو زرع الأرض علشان يحقق الأمن الغذائي للمصريين. الحقيقة وزارة الزراعة عندها دور محوري خلال الفترة اللي جاية، وأهم الأدوار دي احنا هنا تحديات كتيرة جدا، منها أول حاجة قلة المياه.
والتغيرات المناخية، دول عنصرين مهمين جدا، وزيادة التعداد السكاني اللي وصل النهاردة ل 100 مليون بالإضافة إلى حوالي 10 مليون ضيف موجودين عندنا، وبالتالي النهاردة احنا عندنا 55 مليار متر مية، هي الحصة بتاعتنا لما كنا 25 مليون مواطن، النهاردة نفس الحصة اللي بنتكلم فيها المفروض ان هي تكفي 110 مليون مواطن والتعداد السكاني. الحقيقة الدولة المصرية قامت بخطوات جادة جدا في موضوع الحفاظ على المية، من ضمنها الحفاظ على مية الصرف الزراعي، وبالتالي كان في المحطات الخاصة بإعادة تدوير المياه الخاصة بالصرف الزراعي، المحسنة وبحر البقر، أكبر محطتين موجودين. طيب نرجع بقى للمزارع الصغير والبسيط اللي هو موجود في كرة ريف المصري، دور مهم جدا لوزارة الزراعة تشتغل من خلال مراكز البحوث الزراعية علشان تقدر توفر له بذور ذات جودة عالية تقدر تحسن له إنتاجية المحاصيل بتاعته. تقنيات الري الحديث والإرشاد الزراعي لازم نشتغل فيها بعنف، وده تحدي كبير بالنسبة لي إن احنا النهارده نرجع الإرشاد الزراعي تاني للفلاحين بتوعنا. نعم. للأسف إن هو حصل تأهل في الإرشاد الزراعي في الفترة السابقة. جهاز تحصيل الأراضي والميكنة الزراعية برضو من ضمن التحديات اللي عندنا، إن احنا برضو نوفر كل التقنيات الحديثة للفلاحين عشان نقدر نزود إنتاجية الأراضي. كان عندنا تحدي خلال الفترة الشهرين الأوائلين التولية المسؤولية، وهو انقطاع الغاز في مصانع الأسمدة في خلال شهر 5 و6، بس الحمد لله رجعت المصانع دي تشتغل تاني مع الوزير. والله احنا اشتغلنا على محورين بالتعاون مع وزير قطاع الاعمال ووزير البترول، قدرنا نطلع كل المخزون اللي كان موجود من الاسمده ونزلناه في للفلاحين بتوعنا عشان نغطي جزء من احتياجاتهم في موسم الصيفي. الحاجه الثانيه برضو كان اهتمام القياده السياسيه طبعا بتوفير الغاز للمصانع، وبالفعل ابتدت المصانع تشتغل بكامل قوتها مره اخرى، وبالتالي اتمنى ان شاء الله في الموسم الشتوي هتكون متوفرة للمزارعين. الحاجة الأهم هو بقى توفير الأسعار المناسبة للمنتجات الفلاحين بالظبط تنتجها. الحمد لله احنا يمكن لأول مرة في تاريخ الزراعة ان احنا نوصل بسعر طن القصب ب 2500 جنيه للتوريد للمصانع، السنة اللي فاتت كان ب 2000 جنيه. وده أرض الفلاحين يعني كان مناسب عوضهم؟ الحقيقة إن المرة دي احنا اشتغلنا بأسلوب مختلف شوية، احنا قعدنا مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلين الفلاحين والجمعيات الزراعية وجمعيات القصب ومع معالي وزير التموين، واتفقنا على الأسعار دي، وفعلا كانت أسعار مبنية على دراسة على عناصر التكلفة وتحقيق ربح اقتصادي مجزي للفلاح. والحمد لله يعني الموضوع نال رضا الجميع. الحاجة الثانية برضو المهمة بالنسبة للبنجر نفس الموضوع، احنا برضو حرصنا البنجر من 2000 جنيه ل 2400 جنيه. احنا بنتكلم في الأسعار دي بدون العلاوات اللي ممكن تكون موجودة على الانتاج المبكر للبنجر او على زيادة نسبة السكر في المحاصيل اللي بتورد، وبالتالي بيكون في علاوات، يعني ممكن الأسعار بتزيد عن كده. معالي الوزير أنا آسف يعني بس باخد من كلام حضرتك، في ظل الظروف الدولية والإقليمية سيئة جدا، الأمن الغذائي واحد من الملفات المهمة جدا لبلد موقعها استراتيجي وتحيط بها المشكلات من كل جانب، فما هي الخطط وما هو الذي يطمئن الشعب المصري على أمنه الغذائي في الشهور المقبلة؟ اللي يطمئن طبعا الجموع المصريين، القيادة السياسية بصت الموضوع بصورة واقعية، وكان وعندنا احتياطيات النهاردة للقمح تخطط 6 شهور ولسه داخلين على الانتاج الجديد ان شاء الله، عندنا احتياطيات من السكر، عندنا احتياطيات من السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن المصري. خلي بال حضرتك كمان احنا التوسع الأفقي اللي عملته القيادة السياسية في خلال الأربع أو 5 سنوات الماضية وإضافة الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بالإضافة إلى مشروع 1.5 مليون فدان
بالاضافه الى التوسعات الزراعيه في الوادي الجديد، بالاضافه الى المشروع العظيم بتاع مستقبل مصر. نعم. اللي هو طبعا شغال بصوره ممتازه جدا واقتصاديه جدا. اعتقد ان كل دي توسعات في انا بمشي على طريق الضبعه معالي الوزير عاده يعني، وانا مسافر ناحيه مرسى مطروح كده، بسعد جدا بمشروع مستقبل مصر اللي بيتوسع كل يوم، شايف كل يوم مساحات خضراء اكبر من اللي قبليها. الدوله الحقيقه لما عملت المحافظتين كمان بتوع معالجه الصرف الصحي المحكمه وبحر البقر، الحقيقه ان هي اضافت حاجه مهمه جدا، وهي كيفيه استغلال كل قطره ميه موجوده في مصر عشان تطلع منها انتاج زراعي. خلي بالك حضرتك، احنا المساحه المزرعه عندنا على مدار اعوام واعوام واعوام بعد تاكل كمان العديد منها في المباني المخالفه، احنا بنتكلم في 6 7 مليون فدان. النهارده احنا بنستصلح 4 مليون فدان مره واحده في مده لم تتجاوز 4 سنوات فاتت. نعم. صدقني اللي اتعمل في التوسع الافقي ده شيء عظيم، ويمكن يعني نطمئن على الامن الغذائي، ما هتبقاش عندنا مشكله. شفنا بعض المشكلات في بعض الزراعات، مره البطاطس مره البصل مره الطماطم، ودايما احنا مكتشفين فين المشكله، لكن مش مكتشفين هو ايه الحل علشان ده ما يتكررش كل سنه. طيب خلينا نتفق ان برضه التغيرات المناخيه عليها عامل كبير جدا. نعم. ممكن يحصل ارتفاع في الاسعار نتيجه بعض الممارسات الخاطئه، بس المنتجات موجوده. برضه عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا ما زلنا الارخص على مستوى العالم. ما زالت مصر، ما هي الرواتب اقل كمان، يعني مش من الرواتب المرتفعه في العالم يعني. معاك، متفق معاك تماما، بس برضو احنا عدينا بازمه كورونا، طبعا عدينا بعد كده بحرب غزه، عدينا بحرب اوكرانيا، وبرضو مصر واقفه صلبه، ما كانش فيه قصور في اي منتجات غذائيه. احنا ما زلنا بندي برضو العيش المدعم، ما زلنا بندي البنزين المدعم، ما زلنا بندي الكهرباء المدعمه. حضرتك قارن الاسعار دي كلها مقارنه بالعالم. النهارده المواد البتروليه عندنا احنا بنتكلم ب 15 جنيه يعني باقل من 15 جنيه لتر البنزين. بره في اوروبا النهارده لتر البنزين بيورو وبيورو اوروبا. فخلي بال حضرتك برضو ان ظروفنا برضو الاقتصاديه في خلال الفتره الماضيه ديت الحمد لله بتتحسن، الاحتياطي النقدي بيتحسن، التصدير عندنا في زياده مستمره، وبالرغم برضو احنا عندنا كان عقبه قناه السويس وعدم مرور السفن اللي كانت بتعدي بالاعباء، يعني يمكن احنا في انخفاض بحوالي 50% من ايرادات قناه السويس، ومع ذلك مصر واقفه صلبه، مصر واقفه عندها بنيه تحتيه وامن وامان، وده كله دي كلها وسائل بتشجع الاستثمار. الحمد لله يا رب. وده هينعكس على الشعب المصري على فكره. بالنسبة للدعم اللي بتقدم للفلاحين وفيما يخص أسعار الأسمدة وتوفيرها، هل لدينا مشكلة في هذه الجزئية أم أننا سنستطيع تجاوزها إن شاء الله؟ بكل تأكيد المصانع ابتدت تشتغل تاني. الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر في الأسمدة، احنا وصلنا الأسعار العالمية وصلت لحوالي 450 دولار، يعني بنتكلم في حوالي 20,000 جنيه أو 350 دولار، بنتكلم في حوالي من 18 ل 20 الف جنيه. احنا ما زلنا بندي السماد المدعم ب 4,500 جنيه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه برضو المزارع بنحاول ان هو بيتمتع بسلفه زراعيه من خلال البنك الزراعي المصري بفائده 5%، وبرضو 5% بسيطه. ده بالاضافه زي ما قلت لحضرتك برضو الميكنه الزراعيه موجوده ومتاحه من خلال الجمعيات الزراعيه. البذور المنتقاة والمحسنة وراثيا موجودة وبنقدمها للمزارعين بأسعار منخفضة. أعتقد الحكومة المصرية بتعمل كل اللي تقدر عليه لتوفير الرعاية لأهالينا في الريف المصري. طيب حضرتك برضو موضوع تبطين الترع والمسائي وراء الحديث، وده برضو بيعيد الميه وبيعيد، وده كله بيعيد بالنفع على المزارع بتاعنا. طبعا وزاره الزراعه وزاره الري بذلت خساره جهدها برضو ل
لمعالجة أي قصور في السرع والقنوات. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا ننظف باستمرار المسائل، حتى المسائل الخاصة بالتنسيق مع المزارعين. كل دوت برضو من شأنه إن هو يوفر راحة للمزارع. أنا فعلا عايز أتوسع في المكانة الزراعية، وإن شاء الله في خطة كبيرة إن احنا نتوسع في المكانة الزراعية. برضو من أولويات وزارة الزراعة هي اهتمام بمياه الأمطار والوديان اللي كانت بتهدر زمان، لا النهاردة في مشاريع بتعمل موجودة في المحسمة، موجودة في مرسى مطروح، موجودة في جنوب سيناء، موجودة في شمال سيناء، موجودة في الوديان عشان الاستزراع المطري. ومعانا بعض من الهيئات الدولية شغالة معانا، وأنا زرت بنفسي مشاريع في مرسى مطروح، في وديان مرسى مطروح، وفي مساحات فعلا بتاعت الزرع عشان لا تهدر المياه دي. طيب معالي الوزير، بالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية، ما هو الجديد في هذا الأمر؟ هل هناك إجراءات جديدة؟ هل هناك متابعة لهذا الملف؟ بكل تأكيد في متابعة للتعديات على الأراضي الزراعية، بس هو في حاجة مهمة جدا، ولازم يطلع من جوه الشعب المصري هو يحافظ على الأرض بتاعته، يحافظ على كل رقعة أرض موجودة. خلي بالك النهاردة عشان نستصلح فدان في الصحراء النهاردة تكلفة تخطى 300,000 جنيه، واحنا عندنا ارض من خيرة الارض اللي موجودة في الدلتا وصعيد مصر. للاسف ان بعض الممارسات الخاطئة هي احنا بنينا على الاراضي الزراعية وبنستصلح صحراء. بالضبط كده، فاعتقد ان احنا لينا دور مهم احنا كشعب ان احنا نحافظ على الرقعة الزراعية. الثقافة بتاعتنا بتتغير. خلي بالك انا مدي تعليمات صريحة وصارمة، تنسيق مع المحافظين لازالة اي تعديات على الارض الزراعية. ده تحدي بالنسبة لي وتحدي كبير جدا، وانا بتابعه بصفة يومية علشان يعني اي بناء لحد سنة كام هو سيزال؟ اي بناء جديد طبعا هيزال، بس عشان نكون واضحين، واي بناء حصل قبل التصوير الجوي كان في شهر 11 اللي فات على ما اعتقد، المفروض ان هو يقنن وضعه. واعتقد ان احنا كفاية بقى، يعني كفايه اللي حصل في الارض، كفايه تفريط في الارض اكتر من كده. ولان يعني زمان كانوا بيقولوا دايما الارض عرض، فيعني نحتفظ بالرقعة الزراعيه بتاعتنا دي، مستقبل ولادنا ومستقبل ان شاء الله. يا معالي الوزير، معالي الوزير، كان من توصيات الحوار الوطني زياده عدد المحاصيل المتضمنه في الزراعات التعاقديه عشان تشمل الرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبدر الكتان بتاع القطن. هل سيتم ذلك بالفعل؟ القطن بالفعل احنا اعلنا العام الماضي الكوتش موجود، بس اعلنت اسعار عادله جدا، واسعار النهارده بنتكلم في وجه بحري كان القطن 12,000 جنيه، وجه ابلي بنتكلم في 10,000 جنيه. الاسعار العالميه لا تتخطى من 8 ل 9,000 جنيه، وبالتالي ده سعر مجزي جدا للمزارع. وده برضو خلي بال حضرتك ان في المنظومه هي اللي بتتحكم في الموضوع ده، لان برضه دي اسعار الضمان. يعني ممكن لو حصلت المزادات الاسعار تزيد عن كده. السنه اللي فاتت وصلت في بعض الاحيان ل 15,000 جنيه. فاذا القطن احنا شغالين عليه. نفس القصه برضه بالنسبه للكتان، في العديد من المصانع اللي بتحتاج للبذر بتاع الكتان او الغزل بتاع الكتان برضه بيشتغل عليه. احنا عندنا في وزارة الزراعة يعني نسخ تنسيق وثيق مع البنك الزراعي عشان الزراعات التعاقدية. خلي بالك اشتغلنا برضه في الزراعات التعاقدية عشان التوصيل. اشتغلنا في الفراولة، والنهارده مصر تعتبر من احسن البلاد وافضل البلاد اللي هي بتصدر الفراولة. اللي حصل برضه ان مجموعة كبيرة جدا ابتدت تشتغل على القمح. نفس القصه برضه، القمح وزاره التموين بتاخده بسعر عادل، وصل 2000 جنيه العام الماضي. ان شاء الله نعلن على الاثار قريبا. اعتقد ان احنا حريصين على موضوع زراعه التعاقدات. طيب بالنسبه للارز والعدس والبطاطس والطماطم والفول، بعض الحاجات اللي بتسبب ازمات، هل سيتم التعامل معها في هذه المرحله بخصوص الزراعات التعاقدية؟ يعني يتم الاتفاق، علشان احنا كمان عندنا مشكلة في تطبيق نظام الدورة الزراعية اللي هي بتفتت الحيازة في النهاية، فما بنطلعش منتج كامل يكفينا. بص يا فندم، بالنسبة لو حضرتك بتتكلم على الطماطم او البطاطس، البطاطس بالفعل بيتعمل بزراعات تعاقدية مع مصانع،
وده فعلا موجود مع فارم بيس، موجود مع بعض العملاء اللي بيصدروا، موجود مع شيبسي. ده بالنسبة للبطاطس. بالنسبة للطماطم الحقيقة ان هو دي من اكثر الحاجات الصعبة، لان هو التعاقد بيكون مباشرة ما بين المزارع والمصانع. وبرضه بيتدخل فيه عوامل مناخية. الطماطم بالسعر حساسة قوي، اللي هي بتتأثر بالعوامل الجوية. وبرضه البشرة اللي انا هقولها للمزارعين، ان احنا طبعا في قرار طلع بتأسيس صندوق للتأمين على المحاصيل الزراعية، وان شاء الله هنطلقه قريبا جدا، ودوت هيكون في صالح الفلاح، وهيقدر ان هو يأمن الفلاح نوعا ما لو حصل تغيرات مناخية، لو حصل بعض العوامل اللي بتؤثر على المحاصيل بتاعته. نعم. طيب معالي الوزير، انا سؤالي الاخير هنقل لحضرتك شكوى بعض الفلاحين بخصوص كارت الفلاح. بعضهم بيشكو بيقول احنا بنروح البنك ندفع الرسوم، يقولون تعالوا بعد اسبوعين، نرجع تاني يقولون انت مش على السيستم ادفع تاني. المشكلة التانية اللي بتواجههم ان الكارت ده معمول لثلاث سنوات فقط، وبيسألوا هي ايه الحكمة من انه يكون ثلاث سنوات، ما انا فلاح مش هبقى حاجة تانية، ليه ما يبقاش خمس سنين بدل ما بجدده كل شوية؟ طيب هو الكارت فعلا بقى خمس سنين فعلا. طب كويس، بقى خمس سنين مش ثلاث سنين، دي اول حاجة. الحاجة برضو اللي انا عايز اقول لحضرتك، هو الكارت ده كارت بنكي. أيوة. وليس بطاقة حيازة فقط، هو زمان كان بطاقة حيازة بلاستيك. نعم. احنا قعدنا نناشد الفلاحين لاكثر من سنتين، روحوا غيروا الكروت بتاعتكم يا جماعة او جددوها. طيب هو الفلاح بيستنى ليه اساسا لما الكارت بتاعه يبقى اكسبايرد او يخلص او ينتهي او يقارب على انتهاء؟ هو ممكن يروح البنك بتاعه يطلب تجديد الكارت بتاعه قبلها ب 15 او 20 يوم، هيلاقي الكارت بتاعه موجود. الحد الاقصى للكارت هو فعلا 15 يوم، وده بسبب ايه برضه عشان هيك تبقى عارف؟ هو الكارت ده بيتعمل في شركه اي فاينانس، فبالتالي هو الفلاح بيتوجه للجمعيه الزراعيه، بيكتب الطلب بتاعه او بيعمل بياناته، الورق بيروح وبعد كده بيتوجه للبنك عشان يمضي، لانه ده بنك كارت بنكي زي ما قلنا، كارت مدفوع مقدما، يقدر يستلم عليه المعاش بتاعه ويقدر يشحنه ويقدر يعمل بيه مدفوعات. وبالتالي هو الكارت ده بيتبعث للشركه للمركز الرئيسي الاول في البنك، وبعد كده بيتبعث للشركه. هو المفروض ما ياخدش اكثر من 10 ايام. صحيح، هو المفروض ما يكونش فعليا اكثر من 10 ايام. نعم. معالي الوزير احنا بنتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم. حضرتك عندك مجموعه من الملفات الهامه جدا المعنيه بامن مصر والامن الغذائي المصري. ربنا يوفقك. الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الاراضي. شكرا. كان معنا عبر الهاتف. بشكر حضرتك جدا جدا. مش لاحق اخد حاجه، هنطلع فاصل. هسيبكم دلوقتي مع نشاط رئاسي، تقرير عن نشاط السيد الرئيس اليوم، وبعد الفاصل نستقبل النجم الكبير الهادئ متعدد المواهب كمال أبو ريا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والوفد رفيع المستوى المرافق له، الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وقد تم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة. وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع، مشددا في هذا الصدد على المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا وقد حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار بالمنطقة، مؤكدا اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتشاور المتواصل مع مصر ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة. كما أشاد السيد الرئيس في هذا الصدد بمواقف السيد جوزيب بوريل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لورس راسموسن وزير خارجية الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزير خارجية الدنمارك نقل للسيد الرئيس تحيات جلالة ملكة الدنمارك والسيدة رئيسة الوزراء، وهو ما بادله السيد الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك الذي يشهد تقدما ملموسا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث ثمن السيد الرئيس في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري، بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين. وقد تناول اللقاء كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث حرص وزير الخارجية الدنماركي على الاستماع إلى رؤية وتقييم السيد الرئيس للأوضاع الراهنة بالمنطقة. وقد أشار السيد الرئيس في هذا الشأن إلى الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها. وفي ذات الوقت شدد السيد الرئيس على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما اتفق معه الجانب الدنماركي. كما تم التوافق على أهمية الدور الإنساني الذي تطلع به الأونروا، والذي يجب دعمه وحمايته مما يتعرض له من عراقيل. وقد تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصة الأوضاع في السودان، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة دعم السودان الشقيق، مستعرضا في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به، ومشددا على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، بالإضافة إلى تكثيف الدعم الإغاثي في ضوء تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب السوداني الشقيق. We'll be right back.
الجدية والالتزام هم عنوانه وأبرز سماته، بمجرد أن يطل عليك يجذب انتباهك مهما كانت مساحة دوره، تصدقه في كل أدواره مهما تنوعت. الحديث هنا عن النجم كمال أبو ريا الذي وقع في غرام التمثيل وأوقعنا نحن في غرامه. كمال أبو ريا نموذج للفنان الذي قدم أدوار صعبة أفصحت عن حجم موهبته الكبيرة. لمع في التلفزيون وقدم أكتر من 140 عمل سينمائي ودرامي، منهم السرايا، بين القصرين. أنا يا بابا للأسف لحد دلوقتي بقوم بدور تافه في اللجنة، دور سلبي ممكن أي عيل صغير يعمله. جمهورية زفتة. كل اللي كنت بحلم بيه وكل اللي كانوا المصريين كلهم بيحلموا بيه، زفتة لوحدها حققت جزء كبير قوي. وسوق العصر اللي بيعد نقطة انطلاق وتحول في مسيرة أبو ريا. لو كنت ابن عثمان المغازي صحيح وجواه صحصح ومهزك بعضه كنت قتلته. وفي السينما قدم لينا كمال أبو ريا أفلام ما زالت محصورة في أذهاننا، زي ليلة عسل، صبيان المعلم، وقيود من حرير وغيرهم. اوعى تزعل نفسك، خلاص اللي راح راح واللي راح ما يديكيش عليه، احنا عايزينك انت، المهم صحتك، عايزين وقفتك جنبنا يا استفارك. كمال أبو ريا بموهبته المتفجرة وحضوره الطاغي نجح في رسم ملامح مختلفة من شخصياته على الشاشة، محلقاً في عالم الإبداع والتجسيد، وقدرته على إحياء الأدوار وتعميقها جعلته من أهم الممثلين في جيله. لا أنا مش بعتذر لكم، أنا بعتذر لنفسي، لأن تصورت في لحظة إن هقابل ناس ولاد بلد ولاد أصول اسكندرانية يا جدعان. كان ولا يزال يضيف إلى رصيد السينما والتلفزيون كل يوم لمسة من سحره الخاص. جاله الصبر بحوره بعيدة بعيدة بعيدة، جاله شفايفه نايات بتقول تنهيدة. مين عندليب الجبل ده؟ خفتي قلت استنى. تركيبه غريبه جدا، ازاي قتل قتله وفي نفس الوقت فنان؟ يعني مش فاهم. سهران بيغني. صوته حلو والله، صوته حلو. مش قوي، لا مش قوي. مش هقدمه تاني بعد التقديم اللي بيحكي جزء من تاريخه، وهو تاريخ مليء بالابداع والتحدي والنجاح والإحباط والهروب والحاجات كتير جدا. هو ضيفي ونجمنا وصديقي الفنان كمال أبو ريا، يا أهلا وسهلا، منورني. ربنا يخليك أستاذ. والشريط بيعدي قدامي جه في دماغي سؤال ملوش دعوة بالفن خالص. شفتك كنت كتكوت صغير لسه متخرج وبتمثل وممثل جامد كده، المرحلة دي كنت عايش عازب. عشت عازب في القاهرة المدينة القاسية في بدايتك. ايوه. وعشت عازب في اخر 13 سنه تقريبا. تمام. وانت اب ولك اولاد ولكن عايش عازب، لو قلت لك المرحلتين دول ايه اللي اختلف في العزوبيه في شكل حياتك؟ ده ايه السؤال الوجيه ده؟ والله ما عارف. لا لا سؤال حلو قوي. وانا صغير قبل ما ارتبط كان في مزيج من مشاعر وشغف ورغبه وطموح، وعايز انجح وعايز اشتغل وعايز ابقى متميز، كان يهمني ده قوي. لما لا استنى بقى ما تعديش. عايز اقعد فيها شويه. كنت ساكن في بيت شكله ايه؟ كنت كام واحد في الشقه؟ انا جربت العزوبيه هنا. طبعا انا كنت، انا من دمياط، من قريه في دمياط اسمها كفر سهل بلد، وبعدين اتنقلنا لطنطا بلد امي، ولما رحت القاهره كنت طبعا بسكن في شقق يعني صغيره كده. ايوه. كان ليا بقى اصدقائي اللي هم دفعتي، الاستاذ محمد الصاوي، نعم، أستاذ أحمد صيام، شلة كده يعني.
فكانوا بتسكنوا مع بعض؟ كان هم قهريين. ايوه. بس هم كانوا يعني بيحتووني. أيوة. بيحتضنوني، يحبوني زمايلي يحبوني. فيقول لك انا بدل ما يدفع، هو كان وقتها مثلا ايجار الشقه 60 جنيه في الشهر ولا بتاع، كان مبلغ كبير. وانا الواحد يعني مش كده كانت الاوضه ب 30 جنيه فنسكن في فيلا ناخد شقه كده شقه فيها كل اتنين. أيوة. في اوضه ولا حاجه كده. بس كنا مجموعه حلوه. جمال عبد الناصر، استاذ جمال عبد الناصر زميلنا، الله يرحمه، عبد الله محمود، مين تاني، مجموعه من الشباب كلنا بيجمعنا الطموح والرغبه في النجاح. واغلب اكلكم كان فول وطعميه وكشري. يعني فول وطعميه وكشري ده كان يبقى خير قوي يعني. ده حاجه حلوه قوي. كان يبقى خير. كنت بتركب اتوبيس رقم كام؟ او لا، ما كنتش بركب اتوبيسات. ميكروباص ولا ميكروباصات، كنت بمشي. بتمشي؟ كنت بسكن جنب بعد وبمشي في الهرم. تنقلت في اماكن كتير في الهرم، في منطقه الجيزه والهرم. انا كنت جاي من الفلاحين وركبت الاتوبيس مره واتنين، ونظرا للزحمه الشديده الفتره دي كان بيتعمل المترو في مصر، وكانت الاتوبيسات والزحمه الناس بتنط من الشبابيك قوي، كانت زحمه ويتعلقوا بتاع. وانا طول عمري يعني مرهف كده، ما يعني ما بحبش الجو ده، فكنت ادوخ واتعب. فكنت مثلا لو ساكن يعني بعيد عن المعهد بكيلو او 2 كيلو اتمشى. اتمشى، اروح المعهد مشي وارجع مشي، وبابا مبسوط. وطبعا كنا صغيرين يعني، طبعا كان في صحه. طيب دي المرحلة الأولى كانت كلها أحلام. أحلام طبعا، وطموح وتحدي وصعوبة ويأس. وفي جيبك خمسة ساغ وفي جيبك ربع جنيه، أحيانا ما يبقاش في جيبك حاجة خالص. المعاناة دي بتبقى حلوة أوي، بس أوي. ما بنحس بحلاوتها غير لما نوصل للمرحلة دي. في المرحلة دي كيف هي شكل العزوبية معك؟ في البداية كانت صعبة، كانت صعبة. تعودت على الرحرحة والراحة والبيت طبعاً. والمدام والأكل. لا، وصعبة على المستوى النفسي كمان. يعني بيبقى الواحد إذا كان يعني مرتبط بأسرته، وإذا كان يعني تركيبته الإنسانية بطبعه بيحب بيته وبيحب أولاده وبيحب أسرته، فبتبقى صعبة شوية. يعني أنا أذكر إن أنا 2007 جالي اكتئاب، ورحت للدكتور يحيى الرخاوي. وكانت حالتي صعبة، وكنت بصور وقتها مسلسل اسمه علي مبارك، سيرة ذاتية العالم الكبير المهندس علي مبارك. فكنت تعبان، يعني تعبان قعدت فترة، كان 2007 و2008 يعني. تعافيت من هذه الحالة متأخر شوية يعني، خدت معايا وقت. خدت وقت، لأن أنا ما يعني أنا فاكر أول يوم، ويمكن الكلام ده أول مرة أقوله، أول يوم أروح البيت التاني اللي هو مش بيتي، غلط، لقيتني رايح بيتي. يعني فقلت لا، ده انا مش هنا، ده انا قررت ابقى هنا. فقمت لافف وراجع. والله يا استاذ خيري، في اللفه دي، في الكيرف اللي انا راجع فيه ده، حسيت بحاجه مش لا توصف، يعني حاله من البؤس. رغم ان انا كنت خدت بقى بيت تاني وفرشته كويس وظبطته، ولا لي طعم ولا لي معنى ولا الريحة. مع الوقت والشباب النهارده، ولادنا، المنتاليتي واسلوب حياتهم وعلاقتهم بالاب والام غيرنا زمان. يعني انا اذكر لما ابويا غاب عن البيت مره يومين وما نعرفش عنه حاجه، جحيم فظيع. ومش متزن ومش فاهم وحاسس بالضياع وبتاع. النهارده الشباب، لا النهارده الشباب يسأل عليك بعد اسبوع ما ياخدش باله انك غبت اسبوع. ممكن عادي. فكانت في البدايه كده، وبعدين مع علاقتي بيهم كويسه، وبروح لهم وبتعامل معاهم ومع امهم والامور أكيد كويسه. اكيد ده ملف تاني، خليه دلوقتي. انا عايز ملفك جوه الشقه. بتعمل ايه؟ يعني كان زمان بنخرج، بنسهر، بنقابل ناس. دلوقتي ما عدتش بتظهر خالص. لا، انا خرجت كتير. يعني انا خرجت كتير. تعرف بتعمل ايه في البيت؟ في البيت يا اما بقرا حاجه، يا اما بتفرج على التلفزيون. احيانا انا من هواة الرياضه يعني، لغايه دلوقتي رغم سني يعني بحب المشي. سنك ايه يعني؟ انت شباب انت بيسموها ايه؟ شوجر دادي. شيخ الشباب. شوجر دادي او شوجر دادي يعني كده الحياه العاديه. بتطبخ؟ لا، ممكن افطر نفسي يعني. اعمل فطار بس، اللي هي حته الجبنه والعيش والبيضه وحاجه بيضتين. لكن غدا وعشاء لا، ما بعرفش. بتطلب اكل؟
لا واحيان حد يجي يطبخ لي يعني احيان يبقى في حد بيجي يطبخ لك وتحط في الثلاجة وتسخن يعني بالظبط حاسس ببؤس العزوبية ولا مستمتع بيها دلوقتي؟ يعني فكرة الوحدة والتأمل وانك اتعودت على ان محدش يبقى بيشاركك بيزعجك بيطمن عليك حتى والله مش عارف يعني انا مش عارف اذا كنت مبسوط ولا مش مبسوط يعني انا هو انت واقع في انهي مرحله دلوقتي يعني انهي حاله هل انت في مرحله سعيد وراضي ولا في مرحله بتسال نفسك عن قرارات خدتها هل هي كانت صح ولا غلط التساؤلات دي وارده لازم يعني حتى لو كنت سعيد وراضي ومتوائم مع الظرف ومتوائم مع نفسي وكل حاجه لكن بالتاكيد بتيجي لحظات تقول كان ممكن يبقى كذا كان ممكن يبقى كذا بس انا الحمد لله والفضل لله رب العالمين الحمد لله. عندي الاتزان ده يعني عندي الاستقرار النفسي ده يعني بقدر اعيش كويس يعني بقدر اعيش واتبسط كويس واتواصل بتغني وانت في البيت احيانا الناس ما تعرفش انك اساسا ساعه ما ابتديت كنت بتفكر انك تبقى مغني فكرت انت بتحب الغناء قبل التمثيل ايام ما كان صوتي حلو دلوقتي ما بعرفش اغني لا يا رب انت بتقفل عليا يعني ماشي ليه سبت الغناء؟ انت كان صوتك حلو كنت خجول انا بطبعي خجول فالغنى عمل فردي يعني انت اللي بتتحمل مسؤوليه لوحدك انما التمثيل وسط جماعه فانت بتدوب في وسط الجماعه فبتبقى سهل عليك شويه لكن غنى هتقف على مسرح لوحدك يعني انا اذكر مره رحت الاستاذ محمد الموجي في عماره في شامبليون عشان انا كنت بغني كويس كان صوته حلو وشكل لطيف وبتاع فلما قابلته ما عرفتش اغني هو كان حاسس ان انا كويس فقال لي ادخل موسيقى عربيه وبتاع فانا اكتشفت ان انا صعب ان انا اقف لوحدي على خشبه مسرح ورايا فرقه ما زلت خجول الى حد الى حد ما كان بتدندن في البيت لمين انا من عشاق هذا المخلوق الغريب اللي اسمه عبد الحليم حافظ انا بعتبر ان عبد الحليم حافظ ده حاجه غريبه يعني انه يبقى في فنان بالطريقه دي بالحضور ده بالذكاء ده بالصوت ده بالطله دي الحاله على بعضها حاجه غريبه قوي فانا بحبه قوي طبعا كتير بحب اسمعهم يعني زي ام كلثوم ورده فيروز عبد الوهاب كل طبعا فايزه احمد كل انت بليغي ولا عبد الوهابي لا ولا وهابي لا لا لا, لا, لا بليغي بليغ متنوع قوي متنوع والجمله الموسيقيه عنده ملهاش حدود يعني لو سمعت مثلا 20 لحن البليغ حمدي مش هتلاقي مش لحن مش هتلاقي جملة موسيقية شبه التانية في أي أغنية من الأغاني صحيح فهو حد متميز أوي أنا في رأيي بقى أن محمد الموجي كمان عبقري عبقري ما خدش حقه بس هو في حاجة حلوة هو كان بيعمل مزيكا وألحان فيها دراما يعني تبقى شبه الكلمة واخدة من المعنى اللي المؤلف كتبه أكتر أغنية بتدندنها لعبد الحليم كل أغاني والله كل أغاني؟ كل أغاني ما فيش كتير كتير كل ما فيش حاجة لعبد الحليم ما بحبهاش يعني أنا رحت زرت بيته من شهرين ثلاثة قاعد فيه الأستاذ محمد الشناوي حبيت على حسه؟ كلنا كل الجيل كل الجيل وغنيت للي بحبها جانا الهوى وسواح كنا صغيرين طبعا لمدام ماجده؟ لا كنت ولا أصغر. حب تاني؟ لا اصغر كنت اصغر ده حب الطفوله بقى بتقول جانا الهوى ازاي؟ عايز اسمعك عادي احنا اصحاب قاعدين بندردش مالكش دعوه بالكاميرا انساها لا لا ما انا بنساها ما انا احنا بندردش بنساها في التمثيل اكتر من اللقاء مش عارف اغنيها دلوقتي مش هتبقى حلوه صدقني المخرج بيقول لي والله طب هسمعك حاجه تانية طب خلاص ماشي مثلا نقول روحت انا روحت
روحت أنا أنا روح روحت أنا روح روحت أنا أنا روح روحت مش عارف مالي مش عارف مالي رتت معرفش إيه اللي جرالي إيه اللي جرالي فرحان عايز أضحك دي كانت إيه بقى؟ كانت إيه؟ فاتت جنبنا فاتت جنبنا أيوة أنا وهو وأي دمعة حزن لا 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 أي جرح في قلبي لا 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 أي دمعة حزن لا 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 أي جرح في قلبي لا 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 أي لحظة غيرة لا 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 حتى نار الغيرة لا 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 تا 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 لا كمل قلبي ده ايه عايشين طب يلا قول معايا يلا معاك عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام هي دي بقى بوم 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 ايوه بوم 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 قلبي ده ايه ده ايه ده قلت مين عالبي بان ده قال لي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا جاي ليه يا زمن بعد ايه يا زمن من كام سنة قلبي وانا عايشين هنا تا من كام سنة ترتتا من كام سنة دنيا الهنا بتضمنا تا من كام سنة وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان تداوينا هذا الامل فعنينا ما زيتش مني والله انا مستعد اكمل حلقه كده صوتك حلو فعلا ما فيش مخرج التفت لده وقرر انه يوظف ده في اعمال دراميه عملت ده في المسرح في المسرح غنيت على المسرح غنيت مره واثنين وثلاثه على المسرح لكن في التلفزيون ما احنا ما عندناش عمل لا سينمائي ولا تلفزيوني غنائي احنا مفتقدين لاعمال غنائيه من زمان كان عندنا هو وهي مثلا مثلا حاجات زي حاجات كده حاجات صلاح شاهين وسناء البيسي الاستاذه الكبيره طبعا ف لا بقى لا فتره طويله ما فيش عمل غنائي ما فيش دراما غنائيه ولا دراما كوميديه عرفت قد ايه صوته حلو لا لا قال لك قوي لا بجد والله مبسوطين قوي انا اول مره انا بغني وانا متوتر ومحرج اشوف زملائي خلف الكاميرا مش ماسكين الموبايلات وقاعدين يبصوا فيها وانا شغال ليه كده اول مره كله ساب الموبايلات وقاعد لك كده لا والله والله العظيم والله ادوني ثقه في نفسي كبيره يا استاذ متشكر على الفاصل اهلا وسهلا
وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. أنا مستمتع بحواري مع الفنان الجميل صاحب الصوت الرائع، يعني شفناه ممثل عظيم وشفناه صوته حلو قوي، ده بلا استعداد وبلا تدريب وبلا تسخين وبلا أي حاجة، لو مسخن بقى وكم فلتر زي اللي بيشتغلوا دول هنبقى عاملين إيه يعني. المرة الجاية بقى لما أجي لك، المرة الجاية هتبقى سهرة غنائية يعني. أجيب الفرقة معايا. ما عشتش في أجواء جيلنا بتاع التمانينات اللي ظهروا عمرو دياب، محمد منير، على الحجار، محمد الحلو، بعديهم مدحت صالح، ده جيل تاني طبعا. مثل بالنسبة لك حاجة وحالة طبعا ولا لا؟ طبعا، يعني كانت مرحلة غنائية مهمة جدا. لأنه انتميت لمين فيها؟ حبيتهم كلهم. كلهم؟ حبيتهم كلهم، لأن احنا كان عندنا خامة صوت تحفة في نظري اسمها محمد الحلو طبعا، حاجة بديعة يعني. عندنا علي الحجار، حجارة زهرية، والسيد حجاب الله يرحمه، كلمة بديعة، وابتدى حياته بألحان بليغ حمدي، وبليغ حمدي عنوان بيتنا، وأغاني كلها وراها فهم، وراها احترام للموسيقى، احترام للموسيقى، وراها حد فاهم بيقول ايه. عمرو دياب، عمرو دياب كان زميلنا في المعهد، انا تعرفت عليه في الاكاديميه يعني. عمرو دياب برضو يمثل يعني الشباب والاغاني الخفيفه اللطيفه اللي بالناس كل هذه السنين رغم انه جيل وقع منه كتير، لانه هو اولا ذكي جدا، بيعرف يدير نفسه كويس، وحاجه تانية مهمه انه كاريزماتيك. عمرو عنده كاريزما وطلته حلوه وخامت صوته حلوة وبيغني أغاني خفيفة، ومعاه فرقة موسيقية محترفة قوي في نظري يعني. إن هم أنا مفهمش المزيكا قوي يعني، مش محترف، بس هم شطار قوي في العزف يعني. والكند منير نفس الحكاية، منير جاب طعم تاني، طعم جاي من الصعيد، طعم جاي من النوبة، من الجنوب. منير حد مثقف وحد فاهم بيقول إيه، نفس الشيء يعني، ومزيكا مختلفة، وكمان قمر على الشاشة وطلته حلوة. علشان الناس تحبك وتشوفك لازم تبقى عندك حاجة جديدة يعني، لازم تبقى حاجة جديدة، لو انت شبه حد محدش هيهتم بيك. صحيح. ما اتجوزتش ليه؟ يعني انفصلت وانت في الاربعينات، عزك، عز القوة وعز النضوج وعز النجومية، في نهاية الاربعينات. ما اتجوزتش ليه؟ انت مين قال لك انا ما اتجوزتش؟ طيب يبقى عرفنا اتجوزت كم مره. لا لا انا بهزر، ما اتجوزتش، مش عارف يعني، مش عارف يعني، ما حبيتش ولا كنت خايف ولا ما فيش عائل يعملها مرتين ولا ايه بالظبط العنوان يعني؟ هي الاخرانيه. فيش عائل يعملها مرتين. ايوه. انت جموح يعني، بتحب تبقى حر قوي، ما بتحبش حد يحد من حريتك. جدا جدا انا بحب الحريه جدا. عارف تفاصيل ولادك يعني؟ عارف احمد بيحب ولا ما بيحبش؟ عارف البنات؟ عارف بيحكوا لك؟ وفي تفاهم بينا وفي حوار دائم بينا، وعارف كل يعني. لما جيت تتجوز مدام ماجده زكي، والدك اصر انه يجي يشوفها ويجي معاك المعهد يشوفها. مين قال لك الكلام؟ جبت المعلومات دي والدك حكى لوالدك؟ ده حقيقه. وقال لي حشمه وما بتشربش سجاير. كان غريبه جدا، هي السجاير كانت منتشره ايامها عند الستات، ان انها تستوقف والدك. كان في هو ابويا طول عمره ما يحبش التدخين خالص، ما يحبش الراجل المدخن. حتى اخواتي البنات لما يجي لهم عريس يتقدم لهم يسألهم إذا كان بيدخن ولا لا، يعني شرطه إن العريس ما يكونش بيدخن. فهو جاء شافها في المعهد، قال لي البنت شكلها طيب ومؤدبة. كان رأيه مهم بالنسبة لك؟ جدا. طبعا. يعني هو جه غصب عنك ولا بمزاجك؟ أنت اللي كنت حابب إنه يجي يشوفها؟ لا، هو طب علي. طب يعني عليك؟ هو طب، يعني جالي مفاجأة يعني. يعني أنت ما تعملش كده مع أحمد، ما تقوليش أنا عايز أشوفها الأول. لا، ما لا، هو اللي اختار اختار. لا أحمد ده حكاية تانية خالص، دماغ تاني يعني. ده مين اللي هنا ده؟ ده مش تبعنا. أنا هو تبعك انت؟ لا انا ما اعرفوش. لا هاتوا لنا الصوره دي، هي اللي حتى ده اولادي. احمد وكمال وحبيبه، ودي ماجده، وانا ده في 2002 كده يعني، في الحدود دي. انت تعرف ان الناس زعلانه لغايه دلوقتي بعد السنين دي كلها، وانا داخل
زمايلي قاعدين يقولوا لي والنبي اساله هو ممكن يرجع هو مدام ماجدة؟ فحسيت ان المساله دي شاغله الناس شويه. لا انا عايز لان ماجدة شخصيه محبوبه جدا. اه طبعا طبعا. لا انا عايز اطمنهم ان احنا وكاننا متجوزين يعني باستثناء الامور. هي كمان ما اتجوزتش. اه هي كمان الناس عندها امل لاخر وقت ان انتوا ممكن ترجعوا لبعض. لا لا احنا يعني بص حضرتك البيت اللي هم عايشين فيه ده بيتي. يعني الاوضه المكتب اللي كنت بقعد فيها تحت دي كنت بروح استخدمها لغايه دلوقتي. ولادي على طول معايا في تواصل دائم. هي بتحتاج اي حاجه عندها مشكله مع الولاد في تواصل دائم. فالحمد لله يعني الامور احسن كتير يعني غير المرحله اللي انا كلمتك عنها في البدايه دي اللي في بدايه الموضوع. يعني ما الذي يقتل الحب؟ يعني امتى اعرف ان الحب انتهى؟ الاستعلاء مش كويس. الاستعلاء مش كويس. النرجسية مش كويس. مفيش حاجة في الحب اسمها نرجسية. مفيش حاجة اسمها أنا أحسن منك أو أنت أحسن من أول أنانية. فده دي من الحاجات القاتلة لأي علاقة حب. يعني إحنا طول الوقت يعني إحنا طول الوقت بنحب بعض يعني بتتلاشى كل الأشياء بقى الخاصة والذاتية ودي الحاجات دي يعني دي من الحاجات يعني ده وجهة نظر يعني. واشياء اخرى كتير يعني انا اعتقد كمان ان البني ادم نفسه بيتغير مع في مراحل عمره بيتغير انسانيا. مع النضج الانساني بيبقى نظرته للحياه مختلفه. ممكن طموحه يتعدى حدوده يبقى طموح اكتر من امكانياته. يمكن طموحه ياخده من المحيطين. وده ينطبق مش بس على الزوج والزوجة ده ممكن ينطبق حتى على الأصدقاء. أي علاقة. أي علاقة إنسانية يعني. أصل بعض من الشباب والأجيال الجديدة ودي فرصة أن يشوفوا حكمتك في العمر والتجربة فكرة أن الحب ما عادش زي الأول. في حين لما الواحد بيقول أن الزواج مش محتاج الحب بس بالمفهوم ده. الزواج حدوتة تانية خالص. وأكيد المشاعر دي هتفطر لكن بتنمو مشاعر تانية. تشوف ان الحب ممكن يعيش للابد ولا بيعيش للابد لما ينتهي الطرفين؟ لا لا يعيش يعني في علاقات حب وزواج ممكن تعيش للاخر خالص. احنا بنشوف ناس طاعنه في العمر يعني ناس ما لا ده بعد العمر ده. ولما تشوفهم كبار ده الاختيار والابقاء على الرحله. ايوه ايوه أيوة. نوع تاني من اللي قال عليه ربنا اللي هي المودة والسكن. انا بالظبط. فده موجود يعني ده بيحصل يعني وده يتطلب ثقافة يعني يتطلب وعي وثقافة يعني لازم الطرفين يبقوا على مستوى يعني ثقافي وفكري متقارب عشان يبقى في تفاهم علشان الحياة تستمر. عبد الرحيم كمال اسم حلو قوي. الله يرحمه. يا ابويا كمان. والدك كان عبد الرحيم. لا انا عبد الرحيم. انت عبد الرحيم والدك كان كمال. كمال. فانت سميت نفسك كمال ابو ريا ليه؟ بحب ابوي يعني. ده كان عشان الاب عشان يبقى هو الاب اسمه مخلد يعني. الوالد كان اكثر تاثيرا في حياتك من الام بكتير بكتير. بكتير. كان الله يرحمه كان راجل غايه. انت كان ليك كم اخ؟ كان انا عندي اخ وثلاث بنات. وثلاث بنات. كانوا اربعه في واحده توفت صغير. الله يرحمه. الله يرحمه. انت ترتيبك الكام؟ الاول. الاول انت الكبير يعني. بتاعه. هو سماني عبد الرحيم على اسم عمي. اللي هو رباه يعني انا ابويا اللي رباه اخوه. كان مهتم بيك وبيسمعك وبيتكلم معاك وصاحبك يعني. في الوقت ده ما كانش فيه اب بصاحب ابنه. بس كان وما كانتش المودة صحيح. والحنية بتبقى هم كانوا بيعتبروا القسوة علينا بتخلينا رجالة. بس ما كانش في قسوة. بس في حدود. يعني في أب وبتاع يعني مش دلوقتي يعني أبويا ما كانش يحضني إلا نادرا. بس لما كان يبص لي بعينه كده أحس إنه كل يعني ما يقولك هات إيدك كنت بتعدي بالظبط كده أو يطبطب عليك أو يحط إيده على كتفك. فكان كده. هو كان راجل رقيق وجميل يعني كان حتى طليته حلوه كده. كان يعني الواحد يبقى شكله يخليك تبقى سعيد ان ده ابوك. وكان حنين وكريم. الله يرحمه. الله يرحمه. لو
سألتك أنت ليه بعيد اليومين دول شوية عن الدراما وعن التلفزيون وبتفكر في الاعتزال وأنت رسام كمان؟ أنا برسم كويس. بتفكر أنك تعيش للرسم دلوقتي؟ إيه السبب؟ إيه اللي مش عاجبك؟ إيه اللي مضايقك؟ أنا عايز أمثل الحاجة اللي أمثلها كويس. والحاجة اللي أمثلها كويس اللي شخصها كويس لازم تكون مكتوبة كويس. فلما في حاجة مش مكتوبة كويس مش هعرف أعملها. يعني مش عارف اعملها, يعني مش عارف اشتغل علشان اكسب بس ماديا. يعني دي موضوع صعب بالنسبه لي. يعني انا عايز امثل الحاجه اللي احب امثلها. في وقت من الاوقات كنا الحمد لله كان عندنا اسماء كبيره ومؤلفين كبار زي الاستاذ محفوظ عبد الرحمن, الاستاذ محمد جلال عبد الرحمن, اسامه انور كاشا, الجندي, كانوا موفرين لنا ده. لان احنا اتعلمنا في المعهد لما بتقرا روايه من المسرح العالمي فبتلاقي حاجه حلوه كده, يعني حاجه تمثلها كده تبقى مشتاق تاديها, فيها مواقف صعبه, في مساحه اداء حلوه, فلما بتلاقيهاش في نص ما بتبقاش عايز تشتغل. يعني لما عملت مشكله في الكتابه في الورق في الورش, في مشكله في الكتابه, لان الاستاذ اسامه انور وكاشة كان معايا لسه من شويه صغيره بيكلمنا عن الاستاذ اسامه انور عكاشه لما كان يتاخر في الكتابه كان يقعد يحكي له. ايوه الاستاذ يحيى الفخراني. الاستاذ يحيى الفخراني. لا انا في مره كنت قاعد في مكتب الاستاذ محسن زايد الله يرحمه اللي عملت معاه الثلاثيه, وكان بيكتب حاجه اسمها حاجه لنجيب محفوظ اسمها مش فاكر الاسم الروايه. فارى لي المشهد رقم 16 مثلا في الحلقه الرابعه. وكنت بقابله كل اسبوع كل يوم خميس عدى عليه في المكتب واتناقشنا حوالين المشهد. بعد اسبوع رحت قرا لي نفس المشهد لانه قعد طول الوقت طول الاسبوع بيفكر الجمله دي ايقاعها مظبوط تتقال هنا ولا ما تتقالش هنا. دلوقتي بيعملوا الحلقه في وقت اسرع. انا شايف هو موقفين. انا وقت خلص وانا مبسوط ومش عايز يخلص. الله يخليك يا ربنا. ميرسي. وعايز انهي بطريقه مختلفه. بالغنى برضه. انا حبيت صوتك. عايز لا يا لا والله العظيم حبيت. وهتضايق الناس. ده انا هاجي لك البيت واقعد معاك. تعالى والله. لا انا حاني كده. انا هقول للناس تصبحوا على خير. مصر بخير طول ما انتم بخير. وانا خلاص بس حاني بصوتك بصوت الفنان كمال ابو ريب. لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد ده المهر غالي المهر غالي وهيجيبوه لو نجم عالي في السماء راح يقطفوه ده المهر غالي المهر غالي وهيجيبوه لو نجم عالي في السماء راح يقطفوه يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويباركوا للفجر اللي في عينيك اتولد ده المهر مهرك المهر مهرك والعريس ابن البلد. شكرا. جميل يا استاذ.